السياسة. قالوا والعهد على من قال أننا في مرحلة تاريخية جديدة، في مرحلة العلو والصعود الشاهق، وأنا للأمانة من الناس اللي نصدق في سعوي جد علي كل شيء وناخو كل ما يقال مسلم، لذا صدقت أن بالفعل في مرحلة الصعود الشاهق. وأحسن دليل أنه في ديسمبر 2010 جانفي 2011 كانت مطالبنا مطالب وأحلام كان الشعب متشبث بها مهما كان الثمن. بعد 11 عام فشلوا وعجزوا تهميش وخيبة أمل، خفتت معاهم المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية، ولا تحدثوني لا على ماء ولا على خبز، صار المواطن يطالب بالقليل فقط. طبعا لست من المغرمين بالسجع الكلامي خاصة اللي عودنا عليه سيادته. السفر دسم فما بقر بتاع سفر دسم وبقر بتاع كامل الدسم لأسباب عديدة، أولها أنه كان نقوله شنو السبب في المشكلة بتاع الحليب مثلا ولا يقول أي خبير شنو السبب، فإنه لن يستمع رئيس الجمهورية لا يستمع. أسمعت إن كنت ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وهذا في الحليب وفي الانتخابات وفي الاستفتاء وفي الدستور وغيره، وهذا مش كلام بل واقع. وخير دليل ما حدث في مصنع الحليب في سليمان، كان المختص يفسر في شنو الأسباب تاع أزمة الحليب لكن السياد تغير الموضوع من هامش الربح المسالك التجوية. العمل أكثر ولابد من الإنتاج أكثر، وحتى كان زم الأسعار وهامش الربح يكون أقل. هذا مسالك التوزيع ومسالك التجوية. ثاني الأسباب أنه اللي قالوا هو على الحليب والياغورت والزبدة، معناه لو كان حليب مش موجود علاش المواد الأخرى المشتقة من الحليب والحليب نفسه ينطبق على تونسنا العزيزة، تونسنا البية اللي فيها قصور وبنيات ومناصب، أما الدولة ما فماش. لذا دعونا نركز على أمور أخرى لا يجب أن تمر مرور الكرام. منين نبداو؟ نبداو من الكلاش متاع السيات والسي مبروك كورشيد، كمان إيش غالط بالطبيعة الدولة اللي ما تحتاج البناية هذه، هو تفكرنا نكتب حتى العنوان الوطن شيء مكتوب عليه عمارة الوطن المطلقة هو بالفرنسي كتب أي ما يفرقش بالوطن والهم ودعونا نذكر بالأصول التاريخية لمواقف سيادته من عديد المسائل، مثلا موقفه من الأحزاب. جريدة الشعب وكانت المقال المعروف الأخر متاع محمد قلبي حربوش، فما مقال كتبه في 77 اقرأ باسم ربك باسم حزبك الذي خنق الإنسان بالورق، وموقفه من السلطات المحلية أي المجالس البلدية، وقصة المجلس البلدي في تونس والقصيدة متاع بيرم التونسي على المجلس البلدي يا بائع الفجد بالمليون واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدي، أقسمت بالله عن ثقة في الحشر ألا أدخل الجنات إن قيل فيها مجلس البلدي. طبعا جولة البارح كانت فرصة أيضا للتعرف أكثر على سيادته اللي قرأ في الصديقية وتحديدا لا تردو. كان يقعد في البلاصة قبل الأخرى في القصر، كان هذا هو المكان. يا إلهي تخيلوا معايا كما جيش هكا المواطن البارح قال الحليب يا سيد رئيس الحليب الحليب شهر. راهو كان الحديث اليوم الكل على الإنجاز التاريخي باش يعملوا سيادته ومعاليها. ما إن شاء الله علاش ما يكونش حتى متحف متاع الدغراءات اللي عرفت تونس. لي سأل أن يسأل هو في البداية شنو كان هدف الجولة اللي قام بها سيادته، هل كان لتفقد أمور الرعية أم لأسباب أخرى؟ سي توفيق يجاوب. جولة متاعك الحمد لله جولة دون هدف فقط لاستعراض الشعبية، أو كانت دون هدف لولا ذاك الصوت الحليب يا سيد رئيس الحليب. الصوت هذا اللي كان بالإمكان أن يوقظ الجميع من السبات وينهي حالة الهذيان السياسي والدستوري والقانوني والتشريعي، صوت أعطى للجولة معنى وخليها تولي زيارة مهمة نظريا بتحوله إلى مصنع الحليب بسليمان، لا ليتعرف على أصل المشكل والداء ولا ليطلع على الواقع، بل كان فرصة لمزيد نكران الواقع وتصفية حسابات سياسية سيئة الدسم. في الأخير شكرا لكل سياسي من 2011 حتى التوى خلى حقوق الشعب السامية تتحول من شعب حرية سلامة وطنية إلى تحليب شهرب ونحبو شيء ونحبو شيء. وشكرا ألف شكر لسيادته على الحلول اللي يقترح فيها. وعليش ما عندناش الحليب موجود الحليب
سيدي سيدتي، معاكم ما فماش حليب غبرة، معاكم فما وعود غبرة، مشاريع غبرة، إنجازات غبرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.